بسم الله الفتاح العليم، الصلاة على نبيه الكريم. اليوم في إبداعات زهرة، في قناة إبداعات زهرة، راح نوري لكم شكل لون جديد وشكل جديد تاع غطاء الثلاجة. وهذا اللون يجي بزاف هايل مع هذا اللون الأسود، اللون الفيغ بيستاش مع اللون الأسود. المهم نبدأ نبرجو العناق مع الطرف هكا، نوريكم كيفاش ديرو. نبداو نقيسو من الطرف، نخليو 3 سنتيم، نعمل نقطة هنا، نزيد ثاني 3 سنتيم ونعمل نقطة، نقسمو بليتو نطويو سكاي على 2 ونكملو القياسات. نحط المسطرة ونوصل جميع النقاط ببعضهم، دركا نستعملو هذا البواطة الصغيرة ولا بوش نتاع قرعة ولا أي كيما حبيتو نتوما، حبيتو تكبرو البراج حبيتو تصغروه. السكاي راهو مطوي على زوج، نبداو هنا من الوسط سونا نخدمو بالكريمة نديرو العطراس حتى نكملو كاع لو تور تاع البراج. هذا سطري غير من جهة، من جهة في النص تاع